مساء الخير البنات، جبت لكم اليوم هذا المكونات بسيطة باش ديروها لوجهكم باش يصفى وتروح لكم التصبغات نتاع الشمس وتعتنوا بوجهكم ويتنور ويتفتح مع الاستعدادات نتاع العيد، مع هاد السخانة اللي راهي برا. النساء العاملات حتى النساء اللي في البيت ماكيتات في البيت تقدروا تستعملوه، زين وظريف وما فيش بزاف مكونات في الحقيقة، غير مايزينا والفرماج. الفرماج فيه بزاف فوائد، اللي ما عندكش المايزينا تقدري ديري الفرماج وحده لوجهك. المهم هذا يصفي الوجه ويبيض الوجه، وشو هذوك الدهنيات اللي يكونوا في البشره كاع يبعدهم، وهذوك التقشاب وهذاك التقشار وكاع تكوني ديجا راكي رجنتي وجهك طلعتي دوك الشعيرات وكاع. والمهم هو كيما نقولوا المسامات كاع يبلعها لك ويعطيك واحد النتائج زوينه زوينه بزاف. ما نقول لكم انا كيفاش ندير هذا المكون، نجيب المايزينا ونخلطها مع الفخوماج ونستعملها لوجهي مع هكا مع راه قريب العيد وكاع لازم المرأة تعتني بالبشرة نتاعها تصفيها. اكو معايا البنات؟ المهم انا نستعمل برك هذه الكمية القليلة باسكو غادي يجيك الماسك غادي يزكالك شوية كي تستعمليه لوجهك. عندي تماك ماء الورد، غادي نقول لكم كيفاش ندير حبة فخوماج، نحلها مايزينا هذا هو الاخر تاعها ونخلطها مزيان مع بعضها. هاد المكونات نخلطها مع بعضها زين هكذا. المهم انا راح نخلطها ونوريكم كي نخلطوها تولي كيما هكا. نضيفوا لها الماء الورد هكذا، دوك نبقى نضيف لها ماء الورد حتى تولي تتماسك، تتولي كريمه متماسكه. ما تضيفولهاش بكميه كبيره باش ما تجرش معاكم بزاف ولا ما توليش كيما راكم باغين. ضيفولها غير قد ما تولي تلايم كيما هكا، شوفوا راهي بدات تلايم هكا، وتبداي تضيفي لها ماء الورد. ها هو الخليط اللي نتحصلوا عليه، راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا معايا هذا الخليط هذا. شوف ديريه ماسك لوجهك، انا هذا الماسك ما نستغناش عليه في الحقيقه، ماء الورد مع مايزينا مع حبه فرماج. شوفوا كيفاش تعطيك هذا الخليط، هذا تطبقيه على وجهك والرقبه، ما نساوش الرقبه ثاني. بعد ما ديريه الوجه والرقبه رايحه تشوفي واحد النتيجه. اول ما تغسلي هذا الماسك، كي تغسلي من هذا الماسك هذا غادي تحصلوا على واحد النتيجه رائعه، تم تبان النتيجه في نفس النهار. بعد ما تستعمليه غادي تشوفي وجهك ضوا، ولات عندك كي شغل تحسي الوجه نتاعك راه بارد. هذا هو الماسك اللي رايحين تحصلوا عليه البنات. بعد ما تحصلوا عليه تطبقوا على الوجه نتاعكم، كي تطبقي على الوجه نتاعك تخلي حتى يبس لمده نصف ساعه. بعد نصف ساعه تبداي تبرمي فيه، بدا يتقشر، تروحي للدوش تقابلي الميغوار وتبداي تقشري فيه. كي تكملي التقشير نتاعو عاد تغسليه وجهك بالماء مليح مليح، وبعد ما تغسليه بالماء تستعملي الماء الورد على البشره. كي تستعملي ماء الورد تخليه يجف لوحده وريحه تلاحظي الفرق، وجهك غادي يولي صافي وبيض وبشرتك تولي رطبه مثل بشره الاطفال، ويعطيك واحد الاضاءه وتشوفي النتيجه من اول استعمال. ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو البنات، تهلاو في روحكم مع السلامه. ولا عجبتكم القناه نتاعي ديروا اشتراك وخلوا لي كومونتير واش رايكم في الوصفه تاع اليوم، ولو شي الوصفه اللي باغيين نعاودوا نديروها، وتهلاو في روحكم مع السلامه.